في هذه التجربة سوف أعلمكم كيف نحول عظمة الدجاجة إلى مطاط. لذا نحتاج إلى عظمة دجاج، كوب فارغ، وخل. أولا تناول العظمة كما ترى إنها قاسية. ثم ضعها في الكوب واغمرها بالخل. الآن اتركها في مكان بعيد وآمن لمدة أسبوعين، ثم عد وانظر ما الذي حدث للعظمة. لقد قمت بذلك مرارا وهذا ما حصلت عليه. لنخرج العظمة من الكوب. كما ترون لم تعد العظمة قاسية، لقد أصبحت لينة مطاطة يسهل ثنيها. لقد تحولت العظمة إلى شيء يشبه المطاط، ولكن لماذا حدث ذلك؟ لقد تفاعل الخل مع الكالسيوم الموجود في العظمة والذي يكسبها قوتها وصلابتها، لذلك أصبحت العظمة لينة ومرنة.